مع وجود دايما الصفقات. اللي انا عارفه كريم في الموضوع ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ ان المدرب بيبقى محتاج على الاقل 5 ايام ما بين الماتش والماتش، وده انا قلته في الانترو، قلت ايه؟ ان اليوم الاول بيبقى اجازه اللي هو بعد الماتش، اجازه او استشفاء يعني. تاني يوم اللي هو بعد اليوم الاولاني بيبقى سنه بدني للاعبين اللي بيلعبوا بشكل اساسي، وسنه بدني اكبر للعيبه اللي هم اللي ما بيلعبوش كتير. تالت يوم بيبقى التقسيمه اللي هي الصغيره اللي في الحتت الصغيره اللي بيطبق فيها فكره، بيطبق فيها ايه فكره، اللي هو النهارده هنلعب من ناحيه اليمين، النهارده هنلعب من نص الملعب بس، النهارده هنلعب ضاغط من اول الملعب، الفكر اللي بيطبقه للمباراه القادمه. وده كان بيحصل مع جوزيه، انا بتكلم على حاجات كانت بتحصل مع مانويل جوزيه خلال 6 7 8 10 سنين تقريبا باشكال مختلفه يعني. بعد كده اليوم الخفيف، وبعد كده اليوم المباراه. ده الخمس ايام هو الشكل الابرز او الشكل الايديال للاعب كره قدم ياخد راحته ويتمرن، وللمدير الفني برضو ان هو ياخد راحته في كيفيه اجراء شكل تكتيكي للفرقه. ده كلام صحيح بالنسبه لاجنده طبيعيه، انما أيوة برضو الاجنده الطبيعيه، الاجنده الطبيعيه. لكن احنا خلينا برضو نتكلم في الاسلام، ان احنا في زمن صعب جدا 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 ان انت تحكم الاراء. خلينا نتكلم بصراحه، النهارده اي حد معاه موبايل يقدر يقول وجهه نظره، وبالتالي العالم بقى مفتوح ان كل الناس تقول وجهات نظرها. وطبعا زملائنا في الميديا وفي الاعلام كل واحد اكيد طبعا عنده مطلق الحريه ان هو يقول وجهه نظره زي ما احنا بنقول وجهات نظر. انا في وجهه نظري الجهاز الفني للنادي الاهلي سواء مع سوارش او حتى ايام موسيماني او اي مدير فني تاني، الشغل هو اللي هيخليك تخلي الناس تتكلم عنك بالشكل الامثل. وبالتالي انا بشوف حاليا هتعمل شغلك امتى؟ ما انا جاي لك اهو. سوارش دلوقتي خلينا نقول ان سوارش مع جهازه فني المساعد جهاز فني متكامل. انا قلت المره الاولى في تاريخ النادي الاهلي بيجي لنا جهاز فني متكامل في كافه الجوانب اللي بنتكلم عليها. يعني مثلا الجهاز النهارده فيه حوالي 6 مدربين اجانب في جوانب مختلفه. سوارش مليون في الميه، مليون في الميه في وجهه نظري الشخصيه لا يمكن تقييمه في الوقت الحالي. ليه؟ ببساطه في قرار اداري من الجهاز الكوره ومن اداره النادي الاهلي انها تدي النجوم راحه لغايه نهايه الموسم، لان فعلا تم استهلاكهم فيه خلال الفتره الماضيه، وبالتالي الراجل بيشتغل على الاوراق المتاحه له. كمان بنتكلم على مدير فني ربما يكون خبرته بالكره الافريقيه قبل كده ما كانتش قويه، لكن الراجل لغايه دلوقتي هو انا وجهه نظري الشخصيه بيحاول يحط ايده على بعض الامور السلبيه في الفريق وبيحاول يصلحها، مثلا زي الشق الدفاعي بدخول بعض العناصر الشابه مع بعض الافكار اللي بيطبقها سوارش في المباريات جعلت النادي الاهلي يصل الى المباراه السادسه وشوط قدام نادي الزمالك منذ التحول طريق 3 4 3 كلين شيت ايا كان اسم منافس. اكيد طبعا 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 الاداء كمجمل في المباريات ما وصلناش للاداء اللي احنا ممكن نقول ان احنا راضيين عنه، ولكن برضو لازم نقول كلمه صريحه ان كواليتي اللعيبه اللي بتلعب بيها حاليا ما تقدرش تحطهم في مقارنه بكواليتي اللعيبه الاساسيه. يعني ده اصلا امر ظالم للاعب الصغير وامر مجحف للاعب الكلاس ايه اللي عندك. يعني مثلا ما اجي اقول مثلا النهارده عمرو السوليه هو اللاعب رقم 8 الاساسي في النادي الاهلي، لما احط محمد فخري في مقارنه مع عمرو السوليه انا دمرت محمد فخري تماما، لان هحطه تحت ضغط شديد جدا 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 وهو لسه بيحاول يعني يرسم فريم لنفسه. فبالتالي في الوقت الحالي بكل انا بقول اهو بكل امان يجب التقليل من التحليل. اهو انا ربما اكون شغلانتي محلل، لكن بكل انا بقولها بكل صراحه يجب التقليل من التحليل الفني في الوقت الحالي لفريق النادي الاهلي. ليه؟ لان الفريق حاليا بيلعب على جزئيات بسيطه. هو ده الفريق بكل امان، احنا بنلعب على جزئيات بسيطه جدا، يعني محدش يظن ان هذا الشكل اللي انت شايفه. على الرغم من ان المجموعه اللي موجوده كلها تقريبا لعبت ولاعيبه دوليه معظمهم، وبرده طالعين من ناشئين النادي الاهلي. ما هو برده بالنسبه لك انت مفيش غير 2 اساسيين بس كابتن اسلام، يعني عبد المنعم وديانج. بس ديانج ريح خلاص، وديانج ريح مبقاش غير عبد الاساسي في النادي الاهلي اللي هو بيلعب بصفه مستمره.
فالراجل ما ينفعش نحكم عليه بالظبط. لا هي مش كده كمان، هي لو تنظر ليها للجانب الايجابي تبص للمجموعه دي ان هي انا ده فرصه، ده انا 10 15 ماتش العبهم في النهائي. بس برضك بسم المجموعه دي عشان تلعب مع بعضها، ما خلي بالك في نقطه مهمه ثانيه غير الفنيات، الكيمياء ما بين صح. المجموعه دي صح. مع بعض في الملعب، وحضرتك طبعا يعني صح. يعني افضل عارفين بالنقطه اللي بتكلم فيها دي، مش هو مش شرط ان انا حطيت 11 لعيب مع بعض يبقى كويسين. لا ده ما فيش، لا طبعا ربما حركه احمد غير حركه كريم غير مش متطبعين على بعض يعني طبعًا. في مجموعه من اللعيبه بصراحه بتحتاج وقت عشان تقدر تتكيف في اسلوب اللعب. وبصراحه برضو اقولها بكل صراحه، في بقى احنا حاليا في فتره تقييم، في بعض اللاعبين بيتم تقييمهم طبعًا. لمعرفه طبعًا. اذا ما كانوا هيبقوا جادرين صح. بارتداء قميص النادي الاهلي في الموسم الجديد او لا. بس احنا الناس بتاخد الفرص اهي لغايه 30/8 عشان اذا بعض الاسماء ما لقتش نفسها في قائمه الموسم الجديد او تم وضعها على قائمه الانتظار او حتى تم عرضها لمبادلات او بيع، يبقى خلاص يا جماعه هوش نبقى فير، انتوا خدتوا فرصه. لان برضو في كره القدم في كره القدم بكل امانه في مساحه للاعب لاثبات نفسه بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن تعليمات المدير الفني. منها مثلا بلعب بروح، بلعب بقاتل في الملعب، في بعض الحاجات احنا بصراحه في الوقت الحالي ما بنشوفهاش من بعض اللاعبين اللي طالبوا على مرار شهور ان هم يشاركوا. في بعض اللعيبه بيجي لها فرص وانفرادات بالمرمى عايز يحط الكره تشيب. طب ما هو مع كامل احترامي ده يعني انا لو قاعد على الدكه حطها على الارض الاول في ده لازم اقطع الشبكه لما الكره تجيلي بالمنظر، وبعد كده بحطها وبعد كده بعمل اللي انا عايزه. لكن بصراحه خلينا كده بصراحه كابتن اسلام، احنا في مرحله تقييم، عشان كده بقول فوق نظر شخصيه التقييم الفني او التحليل الفني الزائد على اللزوم في الوقت الحالي قد يكون مضر للفريق اكتر من انه يكون هو مفيد. بقاله ساعه بيتكلم يا عم احمد. نعم. بص يعني بص بقاله ساعه بيقول لك ايه عمال ما فيش تحليل وقليل، هو بقاله ساعه ماشي.